الشهادة كانت فرصة، ما كان قرار يعني ولا كان اختيار. هارفرد بالنسبة لي من يوم كنت أدرس في أمريكا كانت حلم، وكنت أحسها يعني بعيد المنال. ما أعرف شغف يعني، مادة أخذتها في البكالوريوس وكل ما تعمقت فيها كل ما اكتشفت أن هي لها علاقة بالسيكولوجي، باختيارات الأشخاص. أول صف دراسي في أمريكا شفت الفرق، كنت أطمح على أني ما أرجع للسعودية فقط لشهادة، بل أرجع بشهادة وحصيلة عملية. هارفرد بالنسبة لي كانت حلم، وكنت أحسها يعني بعيد المنال. أرسلت لهم إيميل وكنت أتمنى أني ما أكون متأخرة، قلت لهم أنا أبغى أتكلم عن The Best Kept Secret. تواصلوا معي الإدارة قالوا لي يعني إيش بتتكلمين عنه، فقلت لهم أنا أبغى أتكلم عن العلا. إلى اليوم يراسلوني يقولوا لي متى تفتح فيزا السياحة، كلهم يبغون سبب أنهم يجون يشوفون العلا بس من الصور والفيديوهات اللي مريتهم إياها. قابلت سيدي لي العهد في العلا، الطاقة اللي تتم للمكان وهو موجود تحسسك أنك فعلا تقدر تسوي أي شيء تحلم فيه. قوة القائد وبخلف القادة حولك.